من مباريات النهارده نروح معاكم لنادي الاهلي واللي بيشارك في الحدث العالمي كاس العالم للانديه. قرر الجهاز الفني للنادي الاهلي بقياده السويسري مارسيل كولر ان هو يقفل تمرين الفريق النهارده ويحدد له صباح اليوم الاثنين قصاد وسائل الاعلام المحليه والدوليه يقفله تماما. واللي طبعا بتتابع دايما تدريبات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه، اختارت اداره بعثه النادي الاهلي في المغرب اللجنه المنظمه للبطوله ان هم هيلغوا تمرين الفريق الجماعي امام وسائل الاعلام، يخوض فريق الكوره في النادي الاهلي بقياده السويسري مارسيل كولر تمرينه الثاني في الملعب اللي تم تخصيصه من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا واللي بيشرف على البطوله بطوله كاس العالم للانديه. لسه برضو مكملين معاكم الكلام والاخبار الخاصه بالنادي الاهلي وبفضل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي ما بين ثنائي الفريق محمد شريف ومحمود عبد المنعم كهربا، عشان واحد فيهم هو اللي يقود هجوم الفريق قصاد اوكلاند سيتي النيوزيلندي في مونديال الانديه. واكيد بيسعى المدرب السويسري ان هو يختار مهاجم النادي الاهلي في ضربه البدايه في كاس العالم للانديه بالتنسيق مع المعاونين اللي معاه خلال اليومين اللي جايين دول، خصوصا طبعا وان شريف وكهرباء الاثنين جاهزين للمشاركه اساسي في المباراه اللي جايه واللي هتقام الساعه 9 مساء يوم الاربعاء اللي جاي بتوقيت القاهره في مونديال الانديه في المغرب. كمان حرص اللعيبه الكبار في فريق النادي الاهلي بقياده محمد الشناوي وعلي معلول ان هم يعملوا جلسات مع لعيبه الفريق قبل المواجهه المرتقبه قصاد اوكلاند سيتي، وده طبعا عشان يحفزوا اللعيبه قبل المباراه المهمه جدا دي، والاكيد النادي الاهلي عنده رغبه ان هو يفوز فيها عشان يكمل مشواره جوه بطوله كاس العالم للانديه. الشناوي ومعلول اتكلموا مع زمايلهم في الفريق وطلبوا منهم ان كلهم لازم يركزوا في الملعب طول ال 90 دقيقه بعيدا بقى عن مين اللي هيشارك منهم ومين اللي ممكن يكون موجود على دكة البدلاء، والأهم أكيد مصلحة النادي الأهلي وتحقيق الفوز عشان يتأهلوا للدور التالي من البطولة. كمان اعتاد محمد الشناوي ومعلول أن هم يعملوا الجلسات دي مع اللعيبة قبل المباريات المهمة عشان أكيد طبعا يحفزوا اللعيبة أن هم يواصلوا الانتصارات ويحققوا البطولات. كمان منح الجهاز الطبي للنادي الاهلي بقياده الدكتور احمد ابو عبله الضوء الاخضر للجهاز الفني بشان الثلاثي المصاب محمد هاني وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم، وده طبعا عشان يقدروا ان هم يشاركوا في المباريات بشكل طبيعي خلال الفتره اللي جايه. وقال ابو عبله ان الثلاثي المصاب اصبح خلاص جاهز ان هو يشارك في المباريات، واكد كمان ان محمد هاني وحسين الشحات ومحمد عبد المنعم خلاص تخلصوا تماما من الاصابات اللي كانت بتطاردهم خلال الفتره اللي فاتت دي وحاله دون طبعا مشاركتهم في الفترة اللي فاتت. وضح كمان ان محمد هاني تعافى من اصابته في السمانة واللي طبعا كانت عنده مؤخرا، وده طبعا برضو اللي حصل لحسين الشحات واللي كان بيعاني من اصابة في الركبة، وتخلص برضو محمد عبد المنعم من اصابة اوتار العضلة الخلفية. هيحسم برضو السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الاول لكره القدم في الاهلي النهارده الاثنين قائمه الفريق النهائيه النهارده اللي طبعا هتضم 23 لاعب. ارسل النادي الاهلي مطلع الشهر الجاري للاتحاد الدولي لكره القدم الفيفا قائمه مبدئيه للعيبه وبتنص لوائح بطوله كاس العالم للانديه ان ممكن تقلص القائمه بتاعتك ل 23 لاعب قبل ميعاد اول مباراه للفريق ب 48 ساعه، ومن المقرر ان هيعلن الجهاز الفني للنادي الاهلي مساء يوم الاثنين النهاردة القائمة النهائية. استبعد 5 لعيبة من 28 لاعب اللي هيسافروا أو اللي سافروا بالفعل للمغرب يوم السبت اللي فات أول امبارح.